بعد الماتش كان بتخاف تصرف على اللي جاي ما تعرفش دلوقتي ايه مش هيجي لك عيال تقول له انا بتوسع انت شركه مش عارف مش هحسب كده العيال يعني انت بتطلع بتوسع ليه عشان ما اقدرش اقول لحد لا بعد كده ما يجيش عيال يقول لي انا عايز اشوف عندك وانا ما عنديش يعني السرير الاماكن على انت بتحاول توسع بس في دماغك كده على قد ما تقدر يعني احنا خدنا اوضه الدكاتره لو وضعتك مكتب الدكاتره عباره عن متر فيش ان شاء الله تقولنا بقى ان شاء الله بقى تكسبوا ونشوف يعني ان شاء الله ان شاء الله التوفيق بجد الشيك الموضوع لازم حتى لو انا عجبت شباب حبه يعني ضم بس جه فرح اول ما جه مع المنتخب نلعب خلاص يا معلم بس انا هقعد في البيت